حياة مؤقتة يعيشها النازحون الأفغان بعيدا عن ديارهم، منازلهم غرفة كما هو حال هذه الأسرة النازحة عن ولاية هلمند حيث المعارك على أشدها، ومقتنياتهم قليل من الأدوات المعلقة التي تثقل جدرانها المتهالكة. رب الأسرة غير قادر على العمل، يقول إنه يعاني مرضا جراء إصابات سابقة، يتطلع إلى ما يجود به المحسنون في شهر رمضان ليسد رمقه ورمق أولاده. الأسعار مرتفعة للغاية، وها قد حل شهر رمضان لم يتلقى سكان مخيمنا مساعدات بعد وهم بأمس الحاجة لها. المخيم الواقع إلى الغرب من كابول يضم عشرات البيوت الطينية التي بنيت على عجل، تتوسطها أزقة ضيقة يعاني سكانها البطالة والفقر المدقع. يحل علينا شهر الصيام فيما هنا الكثير من البطون جوعى، أناشد الجميع لتقديم يد العون لهم. وفيما تبدو السلطات عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للمشكلة، فإن أقصى ما تستطيع فعله تنظيم حملات توعية لحث الناس والأغنياء على الإحسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك الكثير من الروايات عن رسول الله قالها في بداية كل شهر رمضان، وتحمل أخبارا واعدة للبذل والعطاء على الفقراء. والفقراء يشكلون حاليا نصف سكان أفغانستان، وتحذر الأمم المتحدة من أن الظاهرة آخذة في التوسع لتشمل نحو 70% من السكان مع نهاية العام الجاري إذا ما بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن. يحل شهر رمضان على الأفغان، وكما في كل عام تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، إلا أنها تبدو أكثر شدة هذه المرة بفعل تداعيات جائحة كورونا ونتيجة إغلاق عدة منافذ حدودية. جواد جوادي، العربي، كابول.